موجز ثالثة من قناة NBN، أهلا بكم. كثف العدو الإسرائيلي غاراته الجوية على عشرات البلدات والمدن في الجنوب والبقاع، حاصدا المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين. في المقابل قصفت المقاومة مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل في منطقة زوفولون شمال حيفا بصليات من الصواريخ، كما قصفت مستعمرة كريات موتسكين بصليات مماثلة، واستهدفت مستعمرة كريات شمونة بصواريخ فلق اثنين. المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد عدم صحة خبر عن توقيعه على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي أموس هوكستين. وقال في بيان لمكتبه الإعلامي أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وذكر بما كان أعلنه فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال ميقاتي بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. واصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، حيث أكدت وزارة الصحة أنه ارتكب 4 مجازر خلال الساعات الماضية، وصل منها للمشافي 28 شهيدا و85 جريحا. وجديد المجازر قصف الاحتلال لمنزل مأهول شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 5 مدنيين وإصابة وفقدان آخرين، كما ارتقى شهداء جراء غارات وقصف مدفعي على وسط مخيم جباليا وغير مخيم النصيرات ودار البلح وحي الدرج وسط مدينة غزة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.